عن البرازيل ونروح لانجلترا. الحقيقه انجلترا طبعا عندها واحد من اقوى الدوريات، عندها فرق بتنافس على كل الالقاب الاوروبيه بشكل قوي جدا، واهمها طبعا تشامبيونز ليج اللي في دور الثمانيه. بس انجلترا من حظها ومناصبها ثلاث فرق، والثلاثه بالمناسبه مرشحين، ومنهم واحد حامل لقب البطوله، الكلام على تشيلسي، على مانشستر سيتي وعلى ليفربول في مواجهه طبعا انجليزيه اسبانيه. عندنا تشيلسي هيلعب مع ريال، مانشستر سيتي هيلعب مع اتلتيكو مدريد، وطبعا ليفر هيواجه بنفيكا البرتغالي. خلينا نتكلم اكتر مع جاي برينستون وهو المسؤول عن ملف الاعارات في نادي ليستر سيتي الانجليزي. خلينا نرحب بيه بدايه ونقول له اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسه. شكرا. لا مشكله ابدا، شكرا لكم، شكرا لكم وشكرا لتواجدي معكم واستضافتي على قناة النادي الأهلي. البداية هتكون على ملف المنتخب الإنجليزي اللي كان مرشح بقوة الحقيقة لأنه يحمل لقب بطولة اليورو 2020 اللي خطفته إيطاليا طبعا في النهائي من أسبانيا. خليني أكلمك، طبعا يمكن تابعنا العرض اللي قدمه قدام سويسرا والفوز بنتيجة 2-1. إزاي شايف فرص المنتخب اللي تأهل لبطولة كأس العالم في المنافسة على اللقب وتحقيق لقب غاب عن انجلترا لاكثر من نص قرن؟ نعم، من منذ عام 66 لم نفز بكأس العالم، هذا امر مخيب للآمال. الامر الان هي فرصة سانحة للمنتخب الانجليزي. اعتقد ان هذا فوز مهم جدا، هذه فرصة مهمة جدا. لدينا الآن البرازيل، لدينا ألمانيا، لدينا فرق كبيرة مؤخرا فازت بكأس العالم. ولكن إذا نظرنا إلى منتخب إنجلترا فإنه يحضر بجيل جديد عما كان من قبل، وكذلك الحال بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. فالمنتخب الإنجليزي يجب أن يبدأ أيضا من هذه النقطة وأن يحاول الفوز بكأس العالم. يعني إذا كلمنا على مستوى الكرة المحلية في إنجلترا، أنتوا بتملكوا مسابقة الدوري الأقوى يمكن على مستوى العالم، وبتملكوا عدد كبير من الفرق. يعني كنت بتكلم على دوري أبطال أوروبا مثلا، عندكوا ثلاث فرق بتنافس على اللقب، منهم فريق هو حامل اللقب بالفعل تشيلسي، عندكوا مانشستر سيتي واحد من المرشحين بقوة، عندكوا ليفربول حقق البطولة قريب وبينافس برضو على النسخة دي. الناس مش قادرة تستوعب ازاي دولة بتملك اقوى مسابقة دوري وبتملك اقوى فرق على مستوى العالم ومنتخبها مش قادر يحقق بطولة لا قارية ولا عالمية. حسنا، نحن قدمنا منذ عام 92 او 93 نقدم اقوى دوري في العالم كما قلت، ولدينا الان مواسم قويه ولاعبين رائعين يؤدون حاليا في الدوري الانجليزي كما قلت، ولكن الامر صعب جدا في ظل العدد الكبير من المحترفين، وهذا الأمر يؤثر على المستوى المنتخب. هذا أمر رائع، ولكن يجب أن يلتفت المسؤولون أكثر للاعبين الإنجليز. فإذا نظرت الآن ستجد فريق كليفربول لديه لاعبين رائعين، ولكن أعتقد أن الفرق الآن تؤدي بشكل جيد والمنتخب يؤدي بشكل جيد، لكن ليس المستوى المنتظر كما قلت الذي ينتظره المشاهدون على مستوى الدوري الإنجليزي. لدينا ثلاثة فرق مسيطرة على دوري الأبطال الأوروبا، ولكن ليس هذا هو الحال بالنسبة لكأس العالم على سبيل المثال. كثير من الانتقادات طالت ساوث جيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بعد خروجه من الدور قبل النهائي في بطولة اليورو 2020، وكثير من الأصوات نادت بضرورة تغيير الجهاز الفني عشان المحافظة على فرص إنجلترا في المنافسة على كأس العالم. إزاي شفت ده؟ وهل شايف أنه ساوث جيت قادر على قيادة إنجلترا للمنافسة على الأقل على لقب كأس العالم 2022؟ نعم، 100% ساوث جيت هو قام بثورة تصحيح في إدارة الجهاز الفني، في إدارة الفنية للكرة الإنجليزية على مستوى المنتخب.
هو مدير فني رائع. أنا لا أتفق تماما مع كل ما قيل، ولكن هو مدير فني رائع. هو قد تعلم بالفعل أثناء ما كان لاعبا، وأيضا أستطيع أن أقول أنه إذا أعطيناه فرصة أكبر ووقتا أكثر، فأعتقد أنه سيؤدي أداء رائعا وسيحدث تغييرا كبيرا في تاريخ الكرة الإنجليزية. بمناسبة الكلام عن توس جيت، خليني أخذك لنقطة برضو يعني علامة استفهام كبيرة، يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات عموما، يعني بقينا بنشوف حتى في الدوري الإنجليزي أكبر الأندية الإنجليزية ما بقتش بتعتمد على مديرين فنيين إنجليز، يعني الأسباني بيب جوارديولا في مان سيتي، يورجن كلوب، توماس توخيل من ألمانيا مع تشيلسي وليفربول، أنطونيو كونتي مع توتنهام، رانجنيك من ألمانيا أيضا مع المان سيتي، وعلى مستوى حتى بقيه انديه اوروبا، اين ذهبت قدرات المديرين الفنيين الانجليز من وجهه نظرك؟ حسنا، على مستوى الدوري الانجليزي الامر ليس في افضل حال بالنسبه للمديرين الفنيين الانجليز، استطيع ان اقول ذلك، ولكن لأكون صادقا، المدربين الفنيين الإنجليز على أعلى مستوى، فقط أعطيهم المزيد من الثقة. عاصرنا الكثير من المديرين الفنيين الكبار الإنجليز، إذا أعطيناهم، ولكن إذا أعطينا الحاليين فرصة وإذا أعطيناهم مزيدا من الثقة، فأعتقد أن الفرق الإنجليزية تسعى للمدير الفني الأفضل، وأنا أتفهم ذلك، ولكن لدينا بالفعل المواهب الإدارية الكبيرة. أعتقد أني متأكد أن المديرين الفنيين الإنجليز يعملون قدر المستطاع، يقودون فرق أصغر ليس كما ذكرت، ولكن الأفضل للدوري الإنجليزي إذا اعتمد كما قلت عن اللاعبين الإنجليز، فأعتقد أن الدوري الإنجليزي عليه أن يعتمد على المديرين الفنيين بشكل كبير كذلك. أعتقد أن شكل المنافسة سيتغير. طيب، أتكلم معاك قبل ما أروح لفرص الأندية الإنجليزية في بطولة دوري الأبطال عن تجربة ليستر سيتي اللي ظهر أو ولد عملاق الحقيقة، يعني من بداياته الحقيقة لفت ليستر سيتي الأنظار، وقدر أنه هو بمجرد وصوله للبريمير ليج أنه يحصل على اللقب، وقدر يقدم لعدد كبير جدا من الأندية الإنجليزية عدد يعني محترم أو لا بأس به من الأسماء الكبيرة اللي بقت نجوم في فرقها. ملخص تجربة ليستر سيتي من وجهة نظرك، وإيه الفلسفة اللي بتشتغلوا بيها في النادي عشان تقدروا تبقوا موجودين دايما بين الكبار؟ حسنا، لقد بنينا أكاديمية لا تصدق على مستوى كبير من الاحترافية، منظمة جدا، أضفت المزيد من القوة على مستوى الفريق، مما أدى إلى ظهور الفريق بشكل جيد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعتقد أن اللاعبين الذين أخرجهم نادي ليستر سيتي، أعتقد الآن أعتقد أن هذا خير دليل على ما أقول. أنا قبل كل شيء أنا مشجع لنادي ليستر سيتي، فأنا أعي ما أقول جيدا. الفريق يسير بخطى جيدة جدا، بإدارة رائعة، إدارة فنية وإدارة النادي كذلك. أعتقد أن أي فريق إذا أراد أن يفوز بالدوري الإنجليزي وأن يصعد من أسفل الجدول، فأعتقد أن يجب عليه الاقتداء بليستر سيتي. السؤال الأخير مرتبط بمشوار الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، هل بتشوف أن واحد من الثلاث أندية، طبعا تشيلسي حامل اللقب، هيواجه مواجهة صعبة جدا في مواجهة ريال مدريد، مانشستر سيتي في مواجهة أتلتيكو مدريد، وأيضا ليفربول في مواجهة بنفيكا، هل بتشوف أنه أي نادي من الثلاثة عنده القدرة على تحقيق اللقب أو المنافسة على تحقيق اللقب في النسخة الجديدة من بطولة دوري الأبطال؟ ما
أعتقد أن الثلاث فرق الإنجليزية لديها فرص متساوية في الفوز بدور الأبطال. أعتقد أن لدينا بطولة قوية هذا العام. أعتقد أن مانشستر سيتي فريق مذهل حقا، فريق يؤدي مستويات رائعة. أعتقد أني أرشح مانشستر سيتي في الآخر، لكن علي أن أقول أنه نادي رائع. علي أن أقول أن ولهذا السبب هذه البطولة هي أفضل بطولة. فأعتقد أن وجود ثلاثة أندية إنجليزية تبرهن على قوة الدوري الإنجليزي كما قلت أنت سابقا. جاي بانسن مدير الإعراض بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، بشكرك شكرا جزيلا.